بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي واسم جميع اللاجئين العالقين على الحدود الأردنية نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المخيم، كما نختص بالشكر الجزيل لمنظمة الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسف على إيصال المساعدات الغذائية والمساعدات اللقاحات للأطفال، ونرجو من المعنيين بمواصلة هذا العمل كل شهر وليس لفترة محدودة. وكما تعلمون أن المخيم معزول وانقطعت به السبل، نرجو من المعنيين تقديم مساعدات مادة التدفئة والأدوية اللازمة للمرضى الموجودين داخل المخيم، وكما نتمنى ونرجو إيجاد حل جذري لأزمة المخيم ولمشكلة المخيم، ولكم جزيل الشكر.